دلوقتي زميلتنا العزيزه سالا حامد ونتابع اهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي زي ما احنا متعودين من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور عليكي، صباح الفل والهنا، وانقلي لنا اخر الاخبار الخاصه طبعا بالنادي الاهلي بالرياضات كمان المختلفه، ولو تدينا نبذه كمان عن وضع النادي دلوقتي وتوافد الاعضاء. اتفضلي يا سالا. صباح الخير، طبعا برحب بيك يا نهاوند، واكيد برحب بضيفك الاستاذ كريم فضل الناقد الرياضي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا نهاوند، يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخليني سريعا قبل ما اتكلم عن جميع الفرق النادي الاهلي الرياضيه اقول لك يعني يا نهاوند الاجواء هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، يمكن طبعا يعني الجو ويعني درجه الحراره النهارده تعتبر جيده يعني عن الايام الماضيه، وده يمكن ده سبب انه بتتواجد يعني عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكمان يعني مع مرور الوقت بيزيد وبيزداد يعني اعداد اعضاء النادي الاهلي بالاخص كبار السن اللي دايما بيحبوا او متعودين ان هم يجوا ويستمتعوا بالاجواء في الفتره الصباحيه داخل مقر النادي، وكمان عشان يمارسوا بعض الرياضه سواء في ملعب مختار التتش طبعا قبل تمرين الفريق الاول لكره القدم، او بعض التدريبات في صالات الجيم، او طبعا اللي بيجي عشان يعني يعمل علاج طبيعي او يمارس يعني اي رياضه يحافظ طبعا على لياقته البدنيه، فده بيكون اكتر بالنسبه لكبار السن. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى، وطبعا قبل ما ابتدي بالالعاب الاخرى خليني اتكلم شويه عن الفريق الاول لكره القدم، ويمكن بعد يعني مباراه امبارح يا نهوان امام ميلودي سان داونز واللي انتهت بالتعادل للفرقتين بنتيجه 2-2 بدون راحه، مستر مارسيل كولر يعني قرر انه الفريق يواصل النهارده التدريبات بشكل طبيعي. التدريب النهارده ان شاء الله هيكون الساعه 12 على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراة القادمة إن شاء الله، واللي هتكون أمام نادي الداخلية في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وهتكون يوم الثلاث المقبل الساعة 7 على استاد الأهلي والسلام. فالنهاردة إن شاء الله الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي، وبكرة كمان، وبعد كده بكرة هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الداخلية يوم الثلاث. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح سريعا للألعاب الأخرى، وخليني أبارك لكل جماهير النادي الأهلي بعد يعني فوز فريق الماسترز أو فريق الكرة الطايرة إمبارح في آخر جولة وآخر مباراة في دور المجموعات امام فريق الوكره القطري، واللي انتهت بفوز يعني الماسترز بثلاث اشواط مقابل شوط كده. يعني فريق الماسترز يا نهاوند طبعا يعني ضمن التاهل لمرحله دور الثمانيه، والنهارده ان شاء الله يعني هيتم تحديد مين الفريق اللي هيلعبه في مرحله دور الثمانيه من بطوله العربيه. كمان خليني اقول لكم ان الاداره او اداره يعني الاتحاد المصري للكره الطايره يعني اعلن امبارح عن انه في خلال الشهر مارس القادم ان شاء الله نادي الاهلي عنده مباراتين يعني في غايه الاهميه سواء في بطوله الدوري او بطوله كاس مصر. في بطولة الدوري النادي الأهلي هيواجه نادي الطيران يوم 10 ويوم 11 من شهر مارس القادم، وده هيكون في النصف النهائي من بطولة الدوري العام للكرة الطايرة. كمان يوم 17 مارس هيكون مباراته مع نادي الترسانة، وده هيكون في دور الثمانية من بطولة كأس مصر. كمان سيدات أو فتيات اللي ذهب لكرة الطايرة امبارح كان عندهم مباراة مهمة مع نادي الزهور وفازوا فيها بثلاث أشواط مقابل لا شيء، والنهاردة هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، وبكرة هيرجعوا للتمرين الساعة 5 على ملعب أو صالة الشهداء داخل مقر النادي استعدادا للمباراة القادمة إن شاء الله، واللي هتكون أمام نادي وادي دجلة في بطولة الدوري أو المرحلة اللي قبل النهائي من بطولة الدوري العام للكرة الطايرة. كمان لحد دلوقتي يعني الفريق كره السله طبعا تحت قياده مستر اوجاست ايبوش بيواصلوا تدريبات بشكل طبيعي، ولكن يعني حاليا هم في توقف دولي بسبب طبعا مشاركه منتخبنا في تصفيات كاس العالم لكره السله. ويعني طبعا خليني اقول لكم وبارك طبعا لكل جماهير المصريه بعد تاهل منتخبنا لبطوله كاس العالم بعد فوز على تونس بنتيجه 71-67، وطبعا تالق يعني كمان لاعبتنا لاعيبه النادي الاهلي مع منتخبنا يا يعني نهاوند زي ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، وكمان سيف سمير. يعني الكل الصراحه يعني ادى اداء جيد مع منتخبنا الوطني بالاخص ايهاب امين، واللي لحد دلوقتي يعتبر يعني اعلى اللعيبه تسجيلا للنقاط في جميع المباريات في التصفيات برصيد 151 نقطه. يمكن تفصلوا بس نقطة وحيدة إيهاب أمين يعني عن النجم منتخب جنوب السودان نوني أموت، يمكن طبعا الفريق أو المنتخب يعني جنوب السودان النهاردة إن شاء الله كمان هيكون معانا أو دي هتكون آخر يعني مباراة بالنسبة لمنتخبنا مع جنوب السودان في تصفيات كأس العالم، وهتكون النهاردة إن شاء الله الساعة 7، ولكن هي تعتبر يعني مباراة يعني طبعا مهمة بالنسبة لمنتخبنا، ولكن النتيجة مش هتأثر على تأهل منتخبنا لبطولة كأس العالم لكرة السلة.
السله. كمان سيدات النهارده كره السله عندهم مباراه، او عفوا عندهم النهارده تمرين على صاله الشهداء، عشان بكره ان شاء الله عندهم مباراه في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر، وهتكون امام نادي مصر التامين، ودي اول مباراه بعد التوقف الدولي ايضا بالنسبه لمنتخبنا اللي كان مشارك يعني في تصفيات بطوله افريقيا او بطوله الافرو باسكت. كمان النهارده ان شاء الله هنا هواند هيكون في مباراه 2003 في كره القدم في قطاع الناشئين، وهتتلعب يعني المباراه دي على ملاعب مدينه نصر، وهتكون ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. وكمان امبارح يعني مواليد 2006 في كره اليد فازوا على نادي الزمالك بنتيجه 37-31. دي كانت هنا هواند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي لو في اي سؤال، والان عوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك هنا هواند، اتفضلي. أنا هشكرك يا سالة على التغطية الأكثر من رائعة، عادة يعني، أشكرك جدا جدا.